السلام عليكم، بداية فلوج جديد من قلب قناة عمر شاور. يا جدعان احييكم، انا احمد شاور واستوليت على القناة دي. القناة دي خلاص بقت بتاعتي، مش هتحط في الديسكريبشن غير الاكونتات بتاعتي انا واحمد علي ويوسف طازة، الناس اللي تحبني وقفت جنبي في مشكلتي. انما بقيت الناس اللي ملهاش اي تأثير لازمة دي مش هتحط لهم اي حاجة في اي حتة. من النهاردة اللي عايز اي حاجة تخص القناة دي، اللي عاوز يخش يتكلم هيكلمني انا، ما حدش يكلم حد تاني. انا مدير الاعمال، وانا بتاع المونتاج، وانا بتاع التصوير، وانا بتاع كل حاجة في كل حاجة. وهقدم لكم دلوقتي اصحابي الجدعان اللي وقفوا جنبي في زنقتي. احمد علي حبيبي اصل الشاور. اللاب ده بتاع مين؟ بتاعنا بقى، بتاعنا. وانت هو كان بتاع مين اصلا؟ كان بتاع واحد اسمه عمر شاور كده. بقى خلاص ده انت. خلاص بقى ماشي، قناة عليه وكل حاجة عليه، احلى قنوات واحلى حاجات بقت بتاعتنا دلوقتي. كلها حاجة مش شريفة، كلها حاجة مش شريفة يعني. ماشي هات لي حاجة حلوة. تعالى طز معانا يا جدعان. مش مواصلات بعد كده ولا كوبردات ولا اي حاجه. عمر شاور مش عارف يستخدمهم في اي حاجه بعد كده يا جدعان. البادي اصلا هو اللي بدا السرقه يا جدعان معايا، فانا كده هنهي حياتي. نقطه نقطه. ريد بول. اعلان ريد بول. اعلان عمر شاور بتاعتنا. ده مشروب كان المفروض ان هو في الثلاجه، كان تبعهم برده، انا بشربه دلوقتي. في بقى حاجه كمان نسيت اقول لكم عليها، ما تنسوش تنزلوا على قناتي تعملوا سبسكرايب قناتي الثانيه اللي هي الصغيره، اللي هي خلاص عشان هنجيب المليون وهنجيب الدرع، عشان اخد درع بقى باسمي بقى يا جدعان، عشان زهقت والله بقى كتير قوي يا جدعان. عندي قناه ما جبتش المليون ولا كسبت منها درع يا جدعان. سبسكرايب وفعل الجرس ذاتي حال هنا وهناك. كنت حابب بس اوجه لك رساله عمر اشاور، انت اكيد هتشوف الفيديو ده وهتعرف ان انا استوليت على القناه. هقول لك بس رساله صغننه كده بس بعد ما اخد بق ريد بول من بتاعتك. ينفع بق ريد بول من بتاعت عمر اشاور؟ الريد بول بتاعك جميل قوي يا عمر اشاور، يا ريت تجيب منه على طول. رساله اخيره بقى قبل ما انهي الفلوج يا جدعان بتاعي او الفيديو بتاعي، اللي هو الضرب نار، اللي هو انا بعمل طبعا فيديوهات، هعمل فيديوهات الفتره الجايه على القناه دي احلى من الفيديوهات بتاعت عمر شاور. عمر شاور ده اصلا مش نافع بجنيه، الناس كلها ما بتحبوش، انا الناس بتحبني انا كلهم وكده. 3 ايام يا عمر شاور الكابل لو ما رجعش خلالهم سالم غانم اكل شارب نايم بصحه جيده، اعتبر القناه دي انتهت ومن غير سلام.